أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن قيمته لمواجهة كل من إريتريا وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026، وكان من ضمن القائمة لاعب سفيان ديوب بمثابة مفاجأة في منتخب أسود الأطلس. سفيان ديوب لاعب نادي نيس الفرنسي، أحد أبرز المواهب الصاعدة اللي لفتت الأنظار في الدوري الفرنسي. ديوب بيمتلك الجنسية الفرنسية والسنغالية لأنه من أم مغربية وأب سنغالي. تقدر قيمته التسويقية ب 25 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، ولكنه اختار تمثيل المنتخب المغربي رغم أنه لاعب مع فرنسا تحت 21 عام. سفيان بيلعب في مركز الجناح الأيسر وبيمتلك قدرات جيدة في المراوغة والتمركز ودقة التمرير والتسديد من بعيد، وبيتميز بالسرعة الفائقة. من وجهة نظري ديوب هيشكل إضافة نوعية لخط هجوم أسود الأطلس أمام المنتخبات اللي بتلعب على أساس التكتل الدفاعي. وليد الركراكي قال عنه أنه لاعب موهوب، يمكنه اللعب كجناح أيسر وجناح أيمن ووسط ميدان هجومي. فمن وجهة نظرك هل اللاعب ده هيقدم إضافة قوية لمنتخب المغرب ولا لا؟ اكتب في الكومنتات، وما تنساش الصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.